بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الآيات في الآفاق وفي الأنفس آيات يتذكر بها من تذكر ويتعظ بها من اتعظ، جعلها سبحانه وتعالى دلالة على وحدانيته، وآيات على عظيم قدرته، ودلالة على الإيمان باليوم الآخر لمن أراد أن يستدل، ولمن أراد أن ينظر، ولمن أراد أن يسمع. الله سبحانه وتعالى جعل الموت والحياة في هذه الدنيا دلالة على سرعة انقضاء هذه الحياة، وجعل سبحانه وتعالى ما فيها من عبر وعظات يذكر الناس بموقفهم بين يدي الله يوم القيامة، وأنه كما تحيا الأرض أمام أعينهم بالماء الذي ينزله الله بعد موتها، فكذلك يحيي سبحانه وتعالى البشر بعد موتهم للسؤال والحساب. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يتكرر أمامنا هذا الأمر في كل يوم في جزء من أجزاء العالم، أو على الأقل أمام أعيننا في أجزاء من السنة، حين ينزل الله سبحانه وتعالى المطر بعد أن يرسل الرياح، وليس في قدرة أحد من البشر أن يتحكم في ذلك. وهو الذي يرسل الرياح، متفرد سبحانه وتعالى بذلك كما هو متفرد بالخلق والأمر، وكما هو سبحانه وتعالى رب العالمين، فهو عز وجل الذي يرسل الرياح بشرى، أي مبشرات يستبشر بها الناس بعدما قنطوا، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد، هذا الأمر جعله الله سبحانه وتعالى دلالة على أنه الذي يقلب أحوال الناس ويدبر أمرهم بين اليأس والرجاء، وأنه سبحانه وتعالى وحده الذي بيده مفاتيح الرزق ومفاتيح الخير، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يستبشر الناس برؤية الريح لأنهم يريدون المطر الذي هو رحمة الله عز وجل النازلة إليهم. والمطر سمي رحمة لأنه سبحانه وتعالى يرحم به عباده، وهو أثر من آثار صفة الرب عز وجل، ومخلوق من مخلوقات الله، فما إنما هو أثر من آثار اتصافه عز وجل بصفة الرحمة. فسماه الله سبحانه وتعالى رحمة لأنه بالرحمة الإلهية كان، وأوجده الله عز وجل برحمته لعباده، وهذا بعد يأسهم فهم يستبشرون. وقرأ غير واحد من القراء وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أي تنشر البلد الميت، تحييه، يحييه الله عز وجل بهذه الرحمة بهذا المطر. وذلك أن الريح إذا سبقت المطر ثم نزل المطر أنشر الله عز وجل البلدة الميتة، البلدة الميتة أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل، أحياها بالنبات بعد أن كانت لا نبت فيها ولا نفع على الإطلاق. وهذا التقلب بين الموت والحياة في هذه الأرض آية لنا ودلالة على حياتنا نحن، وهي فعلا تكون أرضا ميتة، مادتها مادة لا حياة فيها، تراب وعناصر مختلفة في التربة لكن لا تجتمع على صفة الحياة. ثم ينزل الله عز وجل المطر، وفي هذه الأرض من البذور ومن الأسباب التي يقدرها الله عز وجل ما يجعل هذه المادة تتحول من مادة ميتة، هي نفس عناصر التربة لكن تصبح في شيء حي في ذلك النبات. وهذا أمر ملاحظ مشاهد يدل على قدرة الله عز وجل على الإحياء والإماتة. وهكذا نحن، مادتنا هذه التي تتكون منها أجسامنا كانت منذ سنين مادة ميتة، كانت عناصر في الأرض متفرقة ماء وترابا، ثم جمع الله عز وجل بينها، ثم بعد ذلك يموت ذلك الجسد ويرد إلى ما بدأ منه وهو التراب، ثم يحيى يوم القيامة. حاجة الإنسان إلى الإيمان باليوم الآخر وأن يرى الأدلة الدالة على الإحياء والإماتة في الكون حاجة أساسية توقظ قلبه بعيدا عن ظلمات الغفلة، لأن أكثر الناس يظن أن الحياة هي نهاية المطاف، ويتعلق قلبه بالدنيا لا يريد غيرها ولا يفكر في سواها. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب الشرك والكفر. والإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان دفعا إلى الإيمان بالله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى والعمل بشريعته. ولذلك كانت هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر خلقه للسماوات والأرض واستواءه على العرش وأن له الخلق والأمر، وأمرنا سبحانه وتعالى بدعائه وعبادته خوفا وطمعا، وأخبرنا أن رحمته قريب من المحسنين، كانت هذه الآيات التي تذكر الإنسان باليوم الآخر وبتقلب الموت والحياة على ظهر الأرض دافعا إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. كانت هذه الآيات دافعة لكي يمتثل الإنسان أمر الله عز وجل بإفراده بالعبادة ويعد للقاء الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، حتى إذا أقلت، أي إذا حملت السحاب، حملت الرياح، حتى إذا حملت الرياح، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي ممتلئا بالماء. وهذا من قدرة الله عز وجل أيضا، هذا الماء تحمله الريح، والماء أثقل من الريح، لكن بقدرته سبحانه وتعالى جعل الريح تحمل السحاب الثقال الممتلئ بالماء، إذا أذن الله أن ينزل نزل، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. من يسوقه؟ من يحركه؟
لا أحد من البشر، الله وحده هو الذي يسوقه، سقناه لبلد ميت، ومع أن المطر مع أن الماء مولود في السحاب لكنه لا يمطر إلا في المكان الذي قدره الله، يسير مسافات طويلة، فإذا جاء الأمر من الله نزل المطر. وقد يمر السحاب المثقل بالماء على أرض جدباء ولا ينزل منها شيئا، ولا ينزل منها ماء يحيي به الله هذه الأرض، إلى أن تصل إلى المكان الذي قدره الله عز وجل لها فينزل الماء. فسقناه لبلد ميت لا نبت فيه، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. انظر إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الجملة كلها بصيغة الفعل المنسوب له سبحانه، هو عز وجل الذي فعل. والبشر ينظرون أمام أعينهم، يرون هذه الآية أمام أعينهم، وقليل منهم من يتفكر، وكثير من الناس في البلاد التي لا تعتمد على المطر في إنبات الزرع يظنون أنفسهم في غير حاجة إلى هذا المطر، لأن النهر يجري بجوارهم، وغاب عنهم أن الله سبحانه الذي أجرى لهم هذا النهر من ماء نزل من السماء أيضا كذلك، ولكن قدر الله أن يسير هذه المسافات على الأرض. وغيرهم من أصحاب البلاد الأخرى يسير الماء هذا في السماء في السحاب بحمده سبحانه وتعالى. لا تظن أن نهر النيل هذا إنما هو يجري بلا توقف، يمكن أن يغور ذلك النهر، يمكن أن يقل ويحصل الجد كما وقع في سنين كثيرة، والله سبحانه وتعالى يجري هذا النهر بما ينزله من السماء من ماء، ثم يجري الماء إلى البلد المقدر أن ينتفع به. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر النفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، حين يصعق كل الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل أو الظل تنبت منه أجساد الناس. فهذه الأجساد تنبت في القبور وفي المصارع كما ينبت الله سبحانه وتعالى النبات في التربة، فبين النفختين 40، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40. قيل أبا هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 سنة؟ قال: أبيت. أبيت أن أقول لأني لا أدري، لأني لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كم ما هي هذه 40. بين النفختين 40، فيما بين 40 يرسل الله مطرا كأنه الطل أي الندى أو الظل الذي يكون في كل مكان، فإن الظلال موجودة في الأرض ولا بد تنبت منه أجساد الناس تحت التراب. ثم يأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور نفخة القيام، فترسل الأرواح إلى هذه الأجساد التي تكونت تحت التراب، التي تكونت في القبور والمصارع والأجداث، وقد جعلها الله عز وجل مهيئة للقيامة. فإذا جاءت الأرواح فأدخلت فيها قام الناس من قبورهم ليوم القيامة، قاموا للحساب والجزاء والثواب. وسبحان الله، ينام الإنسان ويستيقظ ولا يدري أنه يموت كما ينام، ويبعث كما يستيقظ، والأمر سهل ميسر. وإن طال بالإنسان مدة من الزمن لم يقع له فيها ذلك، إلا أنه لا يدري ما هو حاصل غدا. وكم من أناس عاشوا على وجه الأرض مثلنا ثم جاءتهم لحظة الموت، وهم الآن ينتظرون في القبور إلى أن تنتهي مدة الدنيا، ثم بعد ذلك ينبت الله أجسادهم كما ينبت بالماء الذي ينزله من السماء النبات في الأرض، كذلك يخرج الموتى، كذلك نخرج الموتى
لعلكم تذكرون. قال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الأرض الطيبة التي تقبل هذا الماء وتنتفع به وينتفع الناس بها لأنها تنبت الزرع الطيب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث، الأرض الخبيثة السباخ المملحة التي لا تنبت زرعا ولا كلأ وكذلك لا تمسك ماء. لا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا ينبت فيه شيء إلا بالعسر بالصعوبة البالغة، وغالبا ما لا يكون نافعا. وذلك مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، كما جعل سبحانه وتعالى حياة الأرض بالماء بعد موتها مثلا لما جعله سبحانه في البشر من البعث بعد الموت، فكذلك جعل سبحانه وتعالى نزول الماء من السماء إلى الأراضي المختلفة مثلا للوحي المنزل من عنده سبحانه وكيفية استقبال الناس له. فهناك قلوب طيبة يأتي عليها الوحي فيخرج منها كل خير، تنتفع وينتفع بها الناس، مثل قلوب الأنبياء والصالحين، من أتباع الأنبياء، من الصديقين والشهداء والصالحين، تقبل الوحي المنزل من عند الله وهي متفاوتة في كبارها وصغارها. كما قال عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الكبير بكبره والصغير بصغره، القلوب كذلك. هناك قلوب كبيرة، وليس المقصود بذلك حجم القلب الحسي، ولكن هناك قلوب كبيرة لأنها ممتلئة بمعرفة الله ومحبته وبالهمم العالية والإرادات السامية التي يحبها الله عز وجل. قلوب ممتلئة بالرحمة، ممتلئة بحب الخير للبشر، قلوب ممتلئة بالخوف من الله عز وجل ورجائه والتوكل عليه وحسن الظن به وشكر نعمته والصبر على بلائه، قلوب كبيرة. وهناك أودية صغيرة، قلوب صغيرة فيها أشياء من الخير، جدول صغير فيه قدر من الخير، وهناك أراض وهناك غير أودية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قلوب لا تقبل الخير، همتها في همم البهائم والشياطين، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغره، فسالت أودية، سالت أي امتلأت بالماء، فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي هذا الوحي المنزل من عند الله عز وجل الذي مثله كالمطر، قد يحصل كما يحصل للماء اختلاط بالزبد بأشياء من الأرض، فكذلك قد يكون في قلوب كثير ممن آمن من الرغبات الأرضية والشهوات الدنيوية أشياء من ذلك، لكن سرعان ما تذهب ولا تبقى على الماء. قال عز وجل: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. المثل الأول وهو مثل الماء فيما ينزله الله عز وجل من الوحي المنزل من عنده إلى القلوب التي تمتلئ بالماء، التي تمتلئ بالعلم والمعرفة والمحبة والإرادات السامية، هذه قلوب المؤمنين الكمل. وهناك نوع آخر من القلوب في أصله دخن، الزبد الذي مع الماء ليس نازلا من السماء، ليس من أصله، وأما الزبد الذي يكون في خبث، والخبث الذي يكون في الذهب والفضة والحديد المستخرج من الأرض، فهذا في أصله حاجة الناس إلى الماء ليست كحاجتهم إلى الذهب والفضة والحديد. حاجة الإنسان إلى الماء حاجة ضرورية، بدون الماء يهلك ويموت، وأما بدون الذهب والفضة والحديد ونحو ذلك من المعادن
فهي حاجات أساسية لكن لا يترتب على فقدها الهلاك مثل فقد الماء. فهذه قلوب المؤمنين الناقصة عن النوع الأول، والله أعلم وأعلم. مثل قلوب المؤمنين التي هي أقل درجة والإرادات الدنيوية فيها متأصلة فيها، لكن تحتاج إلى محنة، تحتاج إلى كير، تحتاج إلى امتحان حتى يخرج هذا الزبد الذي في أصلها ثم ينزع ويزال. أما الماء فهو نقي في أصله، والزبد الذي جاءه ليس منه في حقيقة الأمر، ثم سرعان ما يزول بأبسط طريق، ليس كالذي يحتاج إلى نار ومحنة واختبار حتى يخرج منه الزبد. كذلك قلوب العباد متفاوتة، منها قلوب مليئة بالخير ضرورية كقلوب الأنبياء، ضرورية لحياة البشر كقلوب الأنبياء وخاصة الأولياء، بدونهم يموت الناس، يهلكون، يضيعون، وإرادات الدنيا في قلوبهم ما أيسر ما تزال بأسهل طريق. وهناك قلوب أقل منزلة لكن فيها خير ومنفعة، وهي في حد ذاتها الخير فيها أغلب، وفيها شيء من الخبث، يحتاج إلى محنة يزال بعدها الخبث ويخرج فيذهب الزبد كما يذهب الزبد الذي على الماء. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الناس من الماء الضروري وما ينفع الناس من المعادن النافعة يبقى ويذهب الزبد جفاء، فهذا في القلوب التي انتفعت. وكذلك الحق والباطل، كل باطل كذلك يذهب جفاء. وكذلك المجتمعات وطوائف الناس، منها مجتمعات نقية ووجودها ضرورة لحياة البشرية، حياة القلوب، حياة الإيمان والإسلام. وهناك مجتمعات فيها خير وفيها دخن، والزبد الذي فيها يذهبه الله عز وجل. وهناك ما لا خير فيه، ما لا ينتفع به على الإطلاق، الأرض الخبيثة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، الكافر والفاجر والمنافق، لو وجد منه شيء من الخير على سبيل الندرة والصعوبة ومع ذلك فغالبا لا ينتفع به. انظر إلى الأرض المملحة، الملاحات ماذا ينبت فيها؟ بوس، حشيش لا ينتفع به، نباتات مما لا فائدة فيه، ربما تأخذ الماء ويحتاج إلى رميها بعد ذلك. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث نزل من السماء فأصاب به أرضا أنبتت الماء، حفظت الماء وأمسكت الماء وأنبتت الكلى فانتفع الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأصاب أرضا طائفة أخرى، أصاب أرضا أخرى أمسكت الماء ولم تنبت كلاء، وأصاب أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه أنواع القلوب التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا. هناك قلوب تنتفع وتنفع، وهي قلوب أهل العلم والإيمان والدين، ينتفعون في أنفسهم بالوحي وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفعون غيرهم. وهناك من ينقل هذا دون أن يكون فاهما واعيا، هذا مثل الأرض التي تمسك الماء ولا تنبت الكلى، تحفظ العلم ولكن لا تستطيع أن تفهمه كما يفهمه العلماء، فهي فيها نفع، والنفع إنما يكون بغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأرض أخرى أجادب جدباء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، قلوب الكفار والفجار والعياذ بالله، ولو خرج منها شيء فليس بنافع، لو وجد فيها شيء ظاهره الخير، كما تجد كافرا مثلا يحسن إلى ضعيف أو يطعم مسكينا أو نحو ذلك، لكن الشرك أحبطه
وهذا على سبيل الندرة، ولذلك الخير كله في الأرض الطيبة. والله سبحانه وتعالى خلق قلوب العباد متفاوتة، وقبولها للخير جعله الله عز وجل كذلك متفاوت. فانظر في حالك لتعرف أين أنت، واجتهد أن تكون ممن قبل الخير، والذي أخرج الله عز وجل به أنواع الخير المبارك تنتفع وتنفع الناس. تقبل الهدى، اجعل إراداتك وهممك في مرضات الله عز وجل لتكون من الأرض الطيبة، واحذر أن تكون ممن لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء، احذر أن تكون ممن لا يتعرف على الحق ولا يعمل به، لا هو نافع ولا منتفع، لا ينتفع في نفسه بالوحي المنزل ولا ينفع الناس. انظر إلى أثرك ودورك في الحياة، انظر هل أثرت بالخير في من حولك، هل أنت قبلت وانتفعت في نفسك، هل أنت حفظت من العلم من الدين من القرآن والسنة ما ينتفع به الناس حتى ولو بعد حين، كما قد حفظ الرواة والقراء، وربما لم ينتفع بعضهم بمثل ما انتفع به من بعدهم، على الأقل تكون نافعا، تكون عندك شيء من الخير. أما أن تكون في هذه الحياة بلا فائدة، أن تكون في هذه الحياة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، هممك وإراداتك ورغباتك فيما ترغب فيه البهائم وفيما ترغب فيه الشياطين، فيما ترغب فيه البهائم من الطعام والشراب والجنس الشهوة الجنسية، وفيما ترغب فيه الشياطين من العلو والفساد والكبر والإعجاب بالنفس والحسد والتنافس المذموم على الدنيا، نسأل الله العافية. انظر حتى لا تكون من الأرض الخبيثة، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث أجعل الخير، ولكن أنت سبب، أنت لك دخل بذلك، أنت عليك مسؤولية. إذا اقتربت من الخير أصابك الخير، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. من يتحرى الخير يعطى، اقترب من الخير، اقترب من الوحي، اقترب من الكتاب والسنة، تعرض لأنواع الخير، تعطى الخير. وإذا توقيت الشر وابتعدت عنه وقاك الله إياه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، إلا عسرا، إلا ممتنعا من الخروج، وربما خرج منه ما لا ينفع، وربما خرج منه الشوك وما يضر. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يشكرون نعمة الله الظاهرة والباطنة، يشكرون نعمة الله الظاهرة بنزول المطر الذي تحيا به الأرض، الذي به قوام حياة البشر، وكذلك يشكرون نعمة الله الباطنة في إنبات الخير في قلوبهم بالوحي المنزل من عند الله، كما نزل الماء على الأرض الطيبة فأنبتت النبات، فكذلك الوحي المنزل من عند الله ينبت الله به في أرض القلوب المؤمنة أنواع الخيرات من العلوم والإرادات، من العلم والمعرفة، ومن القصد والطلب فيما يحب الله سبحانه وتعالى. فاشكروا نعمة الله أن جعلكم من أهل قبول وحيه، ويسر لكم كتابه بين أيديكم، هذه الرحمة المهداة، ويسر لكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت ميسرة سهلة، من طلبها وجدها، بذل فيها أناس أعمارهم لكي يصل إليكم ذلك الخير سهلا مبسطا، يحتاج منك إلى أدنى مجهود، وعند ذلك تعرف قدر الكنز والجوهرة، بل والله أغلى من ذلك، التي أعرض الناس عنها من العلم النافع، عندما تدرك أنك سقطت على كنز خطير،
جواهر ثمينة فتنتفئ بها، فعند ذلك تشكر نعمة الله الذي يسر لك ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين والمطيعين له سبحانه وتعالى، القابلين لنعمه المثنين بها عليه، وأن يتمها علينا بحمده سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت سورة الأعراف تتضمن هذه المقدمة الأولى في قصة الخلق وقصة وجود البشر وصراع الشيطان مع الإنسان، وذكر مشاهد القيامة ومشاهد النداء بين أهل الجنة وأهل النار، وبين أصحاب الأعراف وأصحاب الجنة وأصحاب النار، وبين أصحاب النار وأصحاب الجنة، وتقرير قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر، وقضايا التوحيد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية والدعاء والعبادة. وكانت هذه القضايا الكلية مقدمة بين يدي ذكر أمثلة عملية من حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه المدافعة، في تطبيق هذه السنة الإلهية في المدافعة بين الإنسان وبين الشيطان، بين الحق وبين الباطل. فذكر الله عز وجل بعد هذه الجملة من الآيات قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكر قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى صلى الله عليه وسلم، ذكر جملة من القصص، قصص الأنبياء في حقيقته تطبيق لما ذكر الله سبحانه وتعالى من هذا الصراع الذي وقع بين آدم وإبليس الذي ذكر في أول السورة. فكان في هذا القصص لأتباع الأنبياء للمؤمنين في كل زمان، كان فيه بيان الأسوة الحسنة لهم في سيرهم إلى الله عز وجل، وفي التزامهم بالتوحيد، وفي تحقيقهم لحقائق الإيمان التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وقدر ما يسوء المؤمنين لكي يظهر منهم ما يحبه. قدر سبحانه وتعالى وجود الكفر والشرك وورود الباطل والمنكر لكي يقوم المؤمنون بما يحبه سبحانه من مدافعة ذلك، ومن الجهاد في سبيله، ومن الثبات على الحق، ومن الصبر على أوامر الله، ومن الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليهم دون غيرهم. جعل الله عز وجل بعد نزول آدم قرونا متتابعة، بعد نزول آدم إلى الأرض قرونا متتابعة على التوحيد، كلها على الإيمان بالله. ثم قدر الله عز وجل وقوع الشرك في الأرض في قوم نوح بسبب فقد العلماء وموت العلماء واتخاذ الناس رؤوس الجهل أئمة وقادة، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ما بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد. ذكر في قول الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها فانصبوا فيها تماثيل، صورا تذكرهم بهؤلاء الأولياء، ولم تعبد هذه التماثيل حتى إذا نسخ العلم، حتى إذا نسي العلم انتشر الجهل بعد ذلك عبدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بقيت البشرية مدة من الزمن على التوحيد الذي فطرها الله عز وجل عليه قرون متتابعة، 10 قرون، حتى وقع الشرك في قوم نوح، فكان نوح عليه السلام أول الرسل إلى أهل الأرض. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الإيمان بالله وتوحيده وعبادته واليوم الآخر. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذا القصص القرآني من أعظم ما يحتاجه الناس، ومن أعظم ما يحتاجه المؤمنون، ومن أعظم وسائل التربية الإيمانية التي لا بد لنا منها لتحيا قلوبنا بذكر الأنبياء، لأن القضايا المقررة لا بد وأن تشهدها واقعا على أرض الحياة. فهذه القضايا من التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر إنما تراها في سلوك الأنبياء. بشر من البشر طبقوا هذه الحياة، طبقوا هذا النظام من نظم الحياة، نظام الشرع الذي أنزله الله. فهذا أمر ليس مجرد خيالات وأفكار في الهواء، لكنه نظام يطبق على أرض الواقع. هذا الذي نريد أن نتعلمه من قصص الأنبياء وأن نعيش معهم، لأن الحياة بعيدا عنهم قاسية، لأن الحياة مع من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو لا يحقق ذلك، وإن تكلم بلسانه لكنه لا يستشعره، حياة فيها من التعب والنكد والشقاء ما الله عز وجل أعلم به. يخفف من وقع هذا أن يعيش الإنسان مع سيرتهم إذا فاته أن يدرك حياتهم، وقد فاتنا ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله أن ندرك الأنبياء وأن نعيش معهم. لكن جعل الله لنا في القرآن ما يكفينا في السير إلى الله وفي إصلاح قلوبنا وفي تربية نفوسنا. فلننتبه جيدا إلى هذا القصص ولنربي أنفسنا به ولنربي من حولنا ولندعوهم إلى الله كما دعا الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر السلام.